وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ بظلام للعبيد.
بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير أنعمها على قوم حتى يغيروا مغيرا نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم Mm-hmm.
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فتشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم وإما تخافن من قوم خيانة إليهم على سواء إن ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا وما تنفقوا من
شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا إِيَّاكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ يَا
إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون